السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي وأخواتي الأعزاء. اليوم رح نتكلم عن موضوع هندسي يتعلق بالمقاييس وطرق عملها، ولذلك هذا الموضوع لا يهم المهندسين المدنيين فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى شريحة واسعة من المهندسين. عادة اعتاد الباحثين واعتاد المهندسين عند إجراء أي فحص إتلافي فإنهم يسلطون قوة أو يسلطون إزاحة، ويستعملون نوع من أنواع السنسرز يضعوها بصورة مباشرة على الجسم المراد فحصه ويقيسون الانفعالات الناتجة عن ذلك. وأخلي خطين تحت كلمة وضع بصورة مباشرة، يعني مثلا إذا أنت تريد تسوي مثلا تنسايل تيست لرينفورسمنت ريبار، فأنت راح تأخذ الريبار مالتك وتسلط قوة عالية وتضع عليه سترين جيتس، واللي راح تقيس لك السترين بصورة مباشرة. أو أنت تستخدم نوع ثاني من المقاييس اللي تقيس لك التغير في المسافة، التغير في الديسبليسمنت. نوعيتين ممكن تكون موجودة اللي أنا على الأقل أنا أعرفهم، يعني واحد اسمه LVDT اللي هي اختصار للينير فاريبل ديفرنشيال ترانسفورمر، اللي هو هذا من تتغير المسافة من تحرك هذا الجزء من عنده راح يقيس لنا التغير في الديسبليسمنت. أو تستخدم نوع ثاني اللي يسموه كيبل اكتويتد سنسر مثل هذا، وهذا ايضا بتغير المسافه اللي يتحركها هذا الكيبل راح يقيس لنا التغير في الديسبليسمنت، وبالتالي انت عندك الطول الاصلي وتقدر تطلع من عنده سترين وترسم السترين كيرف. او اذا كنت انت مهتم بانه تسوي مثلا 3 بوينت لود او 4 بوينت لود على جسم معين، على بيم، على شير وول، على واتيفر، او تريد تسلط مثلا سايكليك لود، فانت راح تستخدم يا اما ال في دي تي يا اما الكيبل اكتويتد سنسر، ومن خلاله تقدر تقيس الديسبليسمنت. او اذا انت كنت حضرتك ممكن تستعمل ايضا سترين جيتس توضعها داخل الكونكريت او خارج تلصقها على طرفها الخارجي، او اذا انت حضرتك تفحص تيمبر او ستيل او الومنيوم، فانت راح تلصق السنسرز مالتك على هذا السطح. اما اذا كنت حضرتك مثلا مهتم بالفراكتشر ميكانكس فراح يكون اهتمامك يعني جله يكون على قياس السي ام او دي اللي هو كراك ماونت opening displacement، او طول الكراك اللي راح ينتج عندك، اتجاهها، ال width of your crack، كل هذه الامور اللي هي قد تهمك، وبالتالي تحتاج الى سنسرز حتى تقوم بهاي العمليه. لكن ماذا لو كانت الحاله انه انت عندك سبيسمن حجمه صغير جدا، وهاي الحاله اللي يواجهها عاده الماتيريال انجينيرز. الماتيريالز انجينيرز هم يفحصون نماذج غايه في الصغر، بعضها قد تكون بالسنتيمترات، فراح يكون من الصعوبه في بعض الاحيان انه تضع نوع من انواع السنسرز عليها، او انت قد تحتاج الى سنسرز من نوع خاص يعني غايه في الدقه، او انه حضرتك من الصعب انه تضع السنسر في مكان معين لانه المكان جدا مزعج. مثلا تخيل انه حضرتك مهندس تشتغل في طرق الجسور وتريد تفحص واحده من الجردرز اللي موجوده في احد الجسور اللي تعبر نهر، فوضع السنسر في مكان المناسب هي عمليه معقده ومزعجه بحد ذاتها. لذلك العلماء فكرون بطريقة ثانية حتى نقدر نقيس هذه الـ displacement fields من غير أن نضع أي سنسر على الجسم المراد فحصه. هذه الطريقة اسمها Digital Image Correlation أو اختصاراً DIC. والDIC تشتغل بطريقة أنه هي عبارة عن طريقة بصرية تستخدم تكنيك متابعة التغيرات الحاصلة في صور متسلسلة حتى تفحص لنا displacement field، يعني طلع لنا displacement وطلع لنا strain، سواء كانت هاي العملية لنقاط محددة أو لأفرج لنقاط عدة، سواء كانت in 2 dimensional أو 3 dimensional بدقة عالية جدا. هذه العملية لها تطبيقات كثيرة، خصوصا في صناعة السيارات الأوتوماتيف، في صناعة الطائرات الإيروسبيس، في الفحوصات المختلفة اللي يجريها المهندسين أو الباحثين، وتشوف أنه لها انتشار بدأ يتوسع يوم عن يوم، إلى درجة أنه سووا DIC Society، صار عندهم جمعية خاصة بهم. التكنيك اللي تشتغل به، الميكانيزم اللي تشتغل بها هذه الطريقة هي كالآتي. أنت عندك جسم معين تحتاج أنه تفحصه وليكن هذا البيم اللي موجود خلفي، فراح تضع paint pattern موجود عليه بطريقة أنه يكون مثلا خلفية بيضاء وتخلق تناقض لوني بأن تخلي نقاط سوداء عليه من الطلاء. هاي النقاط اللي إذا نشوفها هسه هنا موجودة بأكثر من مكان خلفي، وتسلط إضاءة موزعة بصورة متساوية على هذه المنطقة اللي حضرتك تريد أنه تفحصها، وراح تستعمل كاميرات
حتى تقيس هذا التغير. الكاميرات المستعملة نظريا أنت تقدر تستعمل أي كاميرا موجودة عندك حتى تستعملها في دي آي سي، لكن إذا كنت تحتاج قياسات غاية في الدقة، وهذا عادة اللي إحنا نحتاجه، فرح نستعمل كاميرات أيضا غاية في الدقة، واللي هي كاميرات من نوعية خاصة مثل هذه اللي نشوفها قدامنا. هذه كان مثل هذه الكاميرا، عفوا هاي الكاميرا يعني هي حتى سعرها يعني يكون غالي. هاي الكاميرا وهذه هي العدسة مالتها، هذه هي العدسة مالتها. فإذا حضرتك تحتاج إنه تأخذ قياسات in two dimensional فقط، فراح تستعمل كاميرا واحدة. أما إذا كنت تحتاج إنه تأخذ قياساتك in three dimension، فراح تحتاج تستعمل كاميرتين، مثل بالضبط مثل عيون الإنسان. الإنسان عنده عينين حتى يقيس in three dimension بسهولة، فهي نفس النظرية. فراح تستعمل هاي الكاميرات، تثبتها في أماكنها بصورة ما تتحرك بيها، وتكون مسلطة مباشرة على جسم المراد فحصه، وراح تبدي سلطة اللود. كل ما زيد اللود راح يتغير displacement داخل هذا الجسم وعليه، فراح تأخذ صورة. زيد اللود إضافية راح تأخذ صورة ثانية وهكذا. إذا كانت زيادة اللود عندك بصورة أوتوماتيكية، فهناك طريقة أوتوماتيكية لأخذ الصور. عموما الفكرة هي أنه الصور اللي راح تأخذ هذه من خلال هذه الكاميرات، هذه الكاميرات مهمتها أنه تتابع التغير في الموقع الجغرافي لهذه النقاط اللي السوداء اللي موجودة على هذا الجسم اللي موجود خلفي. فورا ما تخلص راح تجمع كل هذه الصور وراح تأخذها، وعندك راح يكون أيضا finite element mesh للجسم اللي أنت تريد أنه تحلله، فقط finite element mesh مو تحليل كامل. هذا البرنامج اللي أنا أستخدمه تأخذه إلى برنامج خاص بالتحليل الـ DIC، فراح تغذي هذا البرنامج بالمش اللي موجودة عندك والصور اللي موجودة عندك، وتحدد مكانات محددة لنقاط محددة على الصور وعلى المش، حتى يفتهم البرنامج مكان الصور، يعني هذه الصورة تابعة لشنو، حتى يربط بين المش وبين الصورة، وبعدين يبدي عملية التحليل. والنتيجة لعملية التحليل اللي راح يقومها راح ينطيك الـ displacement field كامل. فليش احنا نسوي هذا الشيء؟ ليش ارجع مرة ثانية لنفس السؤال، ليش ما نستخدم الطرق التقليدية بالسنسرز اللي احنا موجود عليها؟ واحدة من الأسباب هي كمية المعلومات الكبيرة اللي راح تحصلها من الـ DIC مقارنة بالطرق التقليدية. شلون هذه المسألة؟ تخيل حضرتك أنه أنت إذا تريد تقيس الـ displacement في أي مكان، فأنت راح تخلي سنسر بهذا المكان، بهاي النقطة اللي أنت تريد تقيسها بيها، وبالتالي راح تقدر أنه تقيس الـ displacement بهذه النقطة فقط باتجاه واحد فقط. لكن الـ DIC راح يمكنك من أنه تضع نقطة في أي مكان تحتاج حضرتك أنه تقيس بـ displacement أو strain، وراح ينطيك الـ displacement أو strain in 3 dimensions. مو بس هذا، ممكن ينطيك الـ average of strain لعدة نقاط في وقت واحد داير مدار هالنقطة هذه. فكمية المعلومات اللي راح تحصلها كثيفة جدا مقارنة باللي أنت تحصلها بالطرق التقليدية. مثل ما قلت هذه الطريقة نلحظ لها الآن انتشار أوسع وأوسع، وأتمنى أنه في يوم من الأيام أسمع أنه جامعاتنا already بدت أو راح تبدي بأنه تستخدم هذه الطريقة. طريقة قد تكون كلفتها الأساسية هي مكلفة نوعا ما، لكن كمية المعلومات اللي ممكن تنطيك إياها ممكن تغطي على هذه الكلفة، والاستخدام في أكثر من فحص لمدة طويلة راح تقللك من هذه الكلفة الابتدائية. أنا مو شخص مختص بموضوع الـ DIC، فقط حاولت أنه أعطيكم نبذة تعريفية وأسلط لكم الأضواء على هذه الطريقة، عسى ولعل أنه تفيد باحثينا ومهندسينا في المستقبل. كل التوفيق للجميع إن شاء الله. مع السلامة.